السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. عزيزي المشاهد، ألم تتساءل يوم ما السبب الذي يجعلك تكدس كثيرا من الأشياء التي لا تستخدمها وقد عاف عنها الزمن؟ أشياء تضيق عليك المساحة فقط في غرفتك، والأدهى والأمر أنك لا تستعمل أي منها، وإن قال لك أحد تخلص منها ترفض وترفض بشدة. ألم تتساءل السبب الذي يدفعك لذلك؟ عموما في هذا الفيديو سنتناول قصة لشخص أو هما لشخصين حدثت معهم هذه القصة أو ما يعرف بالتكديس القهري. عموما أحضر كوبا من القهوة واستمتع بالفيديو. عزيزي المشاهد، في النصف الأول من القرن العشرين كانت هناك أخوان يعيشان في مدينة اسمها هارلم من نيويورك، مدينة كما يقال حي راق للأثرياء والأغنياء فقط كانوا يعيشون هناك. كان يعيشون كما قلنا بطلي قصتنا الأخوين كوليير، يعيشان بسعادة بالرغم أن والدتهما قد توفيت سنة 1923 وقبلها والدهم، إلا أنهم كانوا يعيشون حياة جميلة وحياة سعيدة. كان الأخوين كوليير يعيشان في عمارة متكونة من 4 طوابق 1000 متر، يعيشون بسعادة كما قلنا بالرغم من الظروف القاسية في حي راقي كما قلنا، إلى أن حدثت نقطة التحول وهي الأزمة الاقتصادية الكبرى سنة 1929، الانهيار الاقتصادي، إذ أن جميع سكان تلك المنطقة ذلك الحي الثري هارلم بنيويورك غادروا، أفلسوا وغادروا، واحتلت المنطقة حرفيا بالفقراء، وأتى الفقراء من كل مكان وسكنوا تلك المنطقة، إلى أن الأخوين كوليير رفضا مغادرة تلك المنطقة وأصر على البقاء هنالك. لكن من هنا عزيزي المشاهد بدأت المشاكل، إذ أنهم لم يعتادوا عن الطبقة الفقيرة التي جاءت تسكن معهم والمجتمع الفقير الذي يعيش معهم، لا لم يعتادوا عليه، كانوا في مجتمع ووجدوا أنفسهم في مجتمع آخر. بسبب ماذا؟ رفضهم الرحيل عن قريتهم الأم أو الحي الراقي الذي كانوا يعيشون فيه. كان حي الراقي أصبح حي للفقراء، مما دفعهم إلى الانغلاق تدريجيا على نفسهم شيئا فشيئا، إلى أن انغلقوا تماما على أنفسهم وأصبحون لا يخرجون من المنزل إطلاقا، حتى أنهم عزيزي المشاهد امتنعوا عن دفع فاتورة الماء والكهرباء لأنهم لا يخرجون من المنزل، فقطع عليهم الماء والكهرباء فظلوا داخل ذلك المنزل يضيئون بالشمع، وكل يوم في الليل في منتصف الليل يذهب أحد الأخوة ويملأ قارورة كبيرة بالماء من الحنفية العامة، كل ذلك لكي لا يخرجون، انغلقوا على نفسهم حرفيا وبدأوا يجمعون كل شيء في داخل ذلك المجمع السكني خاصة لكي لا يحتاجون إلى الخروج من تلك الشقة على الإطلاق. فهنا عزيز المشاهد بدأت الشكوك تدور حوله، هناك من يقول أنهم صحراء، هناك من يكون غرباء، يقول غرباء أطوار يكونون، هم يكونون غرباء أطوار يفعلون في شيء ما غريب، هم أصلا يخبئون كنز كبير مليون دولار لذلك لا يريدون الخروج. فبدأ الناس كلهم يريدون اقتحام ذلك المنزل ومعرفة ما فيه، حتى أن تتصور عزيز المشاهد نافذة منزلهم قد حطمت 200 مرة، مما دفعهم إلى وضع بدل الزجاج واللوح الحديد، زد على ذلك أنهم وضعوا أفخاخ في كل باب في المنزل، فخ قاتل لكي من يريد الدخول يموت بكل بساطة. هذا الأخوان انعزلا تماما وبدأ يحضرون كل ما يحتاجونه ويضعونه في المنزل، ما يحتاجونه ولا يحتاجونه، كتب، بيانو، لوحات، كل شيء، تماثيل، كل شيء يضعونه في ذلك المنزل ويكدسونه إلى أن امتلأ المنزل 1000، تتصور عزيزي المشاهد 1000 متر كلها مليئة ما عدا 9 أمتار تركوها لنفسهم للتحرك بحرية في ذلك المنزل، يستطيعون الذهاب والخروج من الإحضار الضروريات كالأكل والماء. بعد مرور بضع سنوات عزيزي المشاهد أصيب أحد الأخوين، الأخ الأكبر، بالشلل ونقص البصر إلى أن عدم بصره، أصبح أعمى. فهنا لم يتخلى عنه أخوه الأصغر، بل ظل يساعده في قضاء حاجاته،
يحضر له الطعام والماء كل شيء، لم يتخلى عن أخاه. بهذه الصراحة ربطتهم علاقة أخوة قوية وقوية جدا، يستحقان على هذا الاحترام والتقدير. لم يتخلى الأخ الأصغر عن أخيه، بل ظل يساعده في كل شيء ويحضر له الطعام كما قلنا والماء، حتى أنه كل يوم يحضر له جريدة ومجلة التي صدرت في ذلك اليوم، لأن أخوه الكبير كان يحب القراءة والمطالعة، ويخزن له لكي عندما يستعيد بصره يتمكن من قراءتها، لأنه كان يحب القراءة والمطالعة جدا. وظل الأخ الأصغر يدرس في كتب التي كانت معهم، ويحضر كثيرا من الكتب الطبية لمحاولة معالجة أخي. حقا لقد جمعتهم علاقة أخوة قوية وقوية جدا. هي هكذا الأخوة، وإما فلا. عزيزي المشاهد، في سنة 1947 لاحظ جيرانهم، جيران تلك الشقة، جيران الأخوين كولير، خروج رائحة كريهة ونتنة جدا من تلك الشقة، من شقتهم. فهنا اتصلوا فورا بالشرطة، وقدمت الشرطة على الفور، ومعهم الإطفائيين وكل شيء، قدموا لمساعدتهم واكتشاف ما هذه الرائحة الكريهة. لكن كما قلنا المنزل كان وضعوا فيه كثيرا من الأفخاء، فهنا تطلب الأمر كثيرا من الوقت للدخول بأمان لذلك المنزل. عندما دخلوا وجدوا جثة الأخ الأكبر ميتة، وهو جالس فوق كرسي. وهنا بحثوا عن الأخ الأصغر، لم يجدوه على الإطلاق، فظلوا يبحثون عنه لكن دون جدوى. عند تشريح جثة الأخ الأكبر وجدوا أنه قد مات بسبب الجوع، وكتبوا في الجرائد وفي الصحف عن الأخ الأصغر لعل وعسى يجدوا أحدا ويتعرف عليه، لكن دون جدوى. لكن بعد 7 أيام من البحث داخل المنزل وإخراج الأكديس الضخمة من الأشياء التي كان يحتفظ بها الأخوين كولير، وجدوا الأخ الأصغر ميتا تحت تلك الأكداس، وفي يده، أي أنه ماسك في يده كيس البقالة بالطعام الذي كان فيه لكان سيحضره لأخوه. لكن أثناء دخوله وقع عليه أحد تلك الأكداس فمات، وبالتالي الأخ الآخر كان لا يستطيع الوقوف أو النظر، فلم يأتي أحد له بالطعام فمات. هنا عزيزي المشاهد استخلص القصة أصلا، ما الظروف التي وضعتهم، الأشياء التي دعتهم أصلا في البقاء في ذلك المنزل رغم أنهم أثرياء. والأعظم من ذلك، لماذا يجمعون في تلك كل تلك الأشياء التي ليست لها قيمة؟ في النهاية هي تسببت بمقتل الأخ الصغير، وبالتالي عدم الأخ الكبير عدم قدرته على تأمين حاجياته من الطعام، مما دفعه إلى الموت. تكديس كل هذه الأشياء قتلتهم في النهاية. هو يقال أن التكديس لا يضر ولا ينفع، لكن في هذه الحال لم ينفع بل ضر، أدى إلى مقتلهم عزيزي المشاهد. لذلك السؤال اللي يطرحون، لماذا دفعهم بك أن يكدسوا كل تلك هذه الأشياء؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ الحقيقة عزيزي المشاهد، تكديس الأشياء وتجميعها هو مرض نفسي حسب علماء النفس بطبيعة، أو ما يدعى بالتكديس القهري. كان في السابق يندرج ضمن الوسواس القهري، لكنه استقل وأصبح مرضا بحد ذاته، قائما بحد ذاته بأعراضه وأدويته وما إلى ذلك، التكديس القهري. لم تلاحظ عزيزي المشاهد علماء النفس يأتون أي شيء ويلصقون به اسم القهري ويصبحون علماء نفس، وقد اخترعوا مرضا والعلاج له. إذا عزيزي المشاهد، فهو كما قلنا التكديس القهري مرض، الشخص يشعر بأن بإجبارية تكديس تلك الأشياء، يجب عليه أن يضعها، أشياء لا يتخلى عنها، يشعر بالذنب وبالتأنيب الضمير إن تخلى عنها، لأنه يقول قد خنتها، رغم أنها هي شيء مادي ليس لديه روح، ليس لديه معنويات لتخونه، يشعر بأنه قد يستحقه. لذلك إن قالت لك أمك لماذا لا تتخلص من الأشياء التي توجد في غرفة، قل لها أني مريض نفسيا بمرض التكديس القهري. عزيزي المشاهد، من الطرائف حول مرض التكديس القهري، في سنة 1990 ألقى القبض على شاب أمريكي سرق 25,000 كتاب، أي ما قيمته 5 ملايين دولار أو ربما أكثر في هذا الوقت. هل سرقهم ليبيعهم؟ لا، لأنه كان مريضا بالتكديس القهري، كان يريد أن يكدسهم ويخبئهم عنده في المنزل. عزيزي المشاهد، السؤال الذي يطرحه هنا ربما هو، هل مرض التكديس القهري ناتج عن العولمة وعن الحضارة وعن السوق الاستهلاكية الضخمة وما يعبر عنه بالشوبينج، التسوق والشراء كل الأشياء، مما يجعل الإنسان
يحتفظ بكثير من الأشياء عنده في المنزل. هناك علماء نفس يؤيدون هذه الفكرة فعلا، لكن هناك علماء نفس آخرون يقولون أن الإنسان البدائي، الإنسان الذي كان يسكن الكهف، وربما هو إنسان الكهف أصلا يجب علينا أن نخصص له حلقة إن كان موجودا فعلا أو غير موجود. الإنسان البدائي حسب يقولون الذي كان يعيش في الكهف، حتى وإن شبع اصطاد غزالا وأكله وشبع وذهب في طريقه وهو قد امتلأ وشبع فعلا، قد امتلأ ما كان أكثر همه هو بطنه، امتلأ بطنه لا يهمه شيء. إن ذهب في عثر على في طريقه على حيوان متمكن من اصطياده لا يتركه لأنه قد شبع، لا بل يأخذه معه لأنه يفكر ربما اليوم وجدته لكن غدا لن أجده. هذا ما يحسب علماء الناس ماذا يفكر الناس الذين يحتفظون بالأشياء، ربما اليوم هي عندي مثلا الكتب هي متواجدة عندي لكن غدا ربما لا تكون متواجدة، لذلك يجب علي أن أحتفظ بها. على عموم رأيين مختلفين، لكن إن كنت قد تريد أن تطلب رأيي فأنا أقول لك رأيي هو أن تشترك في القناة وأن تضغط زر اللايك وأن تشارك الفيديو مع أصدقائكم لتنتشر المعلومة أكثر. فقط في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض التكديس القارن، قهرون علماء النفس.